لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب الوضوء من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. قال أبو عبد الله: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. قال أبو عبد الله رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. قوله: باب التسمية. التسمية أو البسملة هي قول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. يقال سميت الله تعالى أي قلت بسم الله، ويقال أيضا بسملت، والمصدر البسملة والتسمية، وهو ما يعرف عند العرب بالنحت. التسمية، البسملة، الحوقلة، واضح كده؟ كل هذا يعرف إيه؟ عند العرب بالنحت. والنحت عند العرب أن العرب تنحت من كلمتين أو أكثر كلمة واحدة. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم تختصرها في إيه؟ التسمية أو البسملة. لا حول ولا قوة إلا بالله جبل إيه؟ الحوقلة. التهليل يبقى لا إله إلا الله، وهكذا. الحي على، يعني حي على الصلاة، حي على الفلاح. يبقى ده اختصار لإيه؟ من عدة كلمات تجعلها كلمة إيه؟ تجعلها كلمة واحدة، فهذا هو النحت، وهو جنس من الاختصار. وأنشد الخليل: أقول لها ودمع العين جار، ألم تحزنك حيحلة المنادي. للحيحلة بتاعت المنادي كده، لم تحزنك يعني لأجل الرحيل والهجر وكذا وكذا، ألم تحزنك حيحلة المنادي. ومن المسموع حوقلة، والحوقلة إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. والتحميل إذا قال الحمد لله. والتهليل هو قول لا إله إلا الله، يقال هلل الرجل أي من الهيللة. وقد استعمل النحت كثيرا من قبل الأعاجم في الخط فقط، يعني الكلام ده يعملوا فين؟ في الخط فقط، يعني في الكتابة. والنطق على الأصل، والنطق على أصله، يعني البسملة بحول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لكن هيعمل إيه؟ هيكتب البسملة. يبقى البسملة خطا لا إيه؟ لا نطقا. فالبسملة هيقول بسم الله، لكن هيعمل إيه؟ هيكتبها في الخط بس إيه؟ على الاختصار أو على النحت. ككتابة حينئذ حاء مفردة، ورحمه الله يكتب إيه؟ رح، حرفين كده، راء حاء، وإلى آخره إلخ وغير ذلك. وصلى الله عليه وسلم يكتب إيه؟ صلعمة، يكتب كده إيه؟ صاد لام عين ميم، دليل على اختصار إيه؟ صلى الله عليه وسلم. وعليه السلام يكتب إيه؟ عمة، إلى غير ذلك. لكن الراجح ترك نحو الأخيرين، فإنه ذكر وثناء ودعاء يكتب ولا ينحت. يعني ما تنفعش تكتب إيه؟ صلي أو صلعمة، لا، تكتب إيه؟ صلى الله عليه وسلم. وما تكتفيش بواحدة زي ما بيحصل، عليه الصلاة أو عليه السلام، لا، عليه الصلاة والسلام. عليه ليه؟ الصلاة والسلام، ده بالنسبة لمين؟ لنبينا صلى الله عليه وسلم. فيكره أن يرمز للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخط
بأن يقتصر من ذلك على حرفين ونحو ذلك، كمن يكتب صلعم إلى غير ذلك، يشير بذلك إلى الصلاة والتسليم. ويكره حذف واحد من الصلاة والتسليم والاقتصار على أحدهما، ما ينفعش لازم حط لي الاثنين، هذا يكره يبقى عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ العراقي رحمه الله: واكتنب الرمز لها والحذف منها صلاة أو سلاما تكفى. ده في الألفية رحمه الله تعالى. قوله على كل حال، يعني التسمية على كل حال، أي فيما يتعلق بها من الأحكام، كالتسمية في ابتداء الوضوء وعند الغسل، وكذلك في الصلاة عند قراءة الفاتحة وعند الذبح، وفي الصيد عند إرسال الكلب أو السهم، وعند الطعام وعند دخول الخلاء وغير ذلك. هنا يجب أن ينبه على أمر، أنه لا يصح القول بأن من السنة ابتداء عمل معين بالتسمية إلا بدليل صحيح، لأن دي عبادة، والعبادة الأصل فيها التحريم، الأصل فيها التوقيف. نعم التسمية كلها خير، وهي في أصلها مشروعة، التسمية في أصلها مشروعة، لكن ينبه على أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. يبقى ممكن الشيء يكون مشروع بالأصل لكن ليس مشروعا بالوصف. يعني إيه الكلام دوت؟ مثلا حكم الربا إيه؟ مش كده؟ طيب الآية بتقول إيه؟ أحل الله البيع، مش كده؟ وحرم الربا. طب هو مش الربا نوع من البيع؟ مش الربا نوع من البيوع؟ طب البيع هنا أصله إيه؟ الحل والإباحة، مش كده؟ طيب والربا حرام ليه؟ مع إن الأصل إيه؟ الإباحة، لكن التحريم هنا صادر للأصل ولا للوصف؟ ولذلك لو نزعنا الدرهم الزائد أو الجنيه الزائد، صح ولا ما صحش؟ صح، مش كده؟ يبقى لو أزلنا الزيادة اللي هي الربوية، صحت المعاملة ولا لم تصح المعاملة؟ صحت المعاملة. يبقى هنا صحيح بأصله دون إيه؟ دون وصفه. واضح كده؟ اللي مثلا يجي ينظر أنه يصوم مثلا يوم العيد، طب الصيام أصله إيه؟ صيام واحد عايز يصوم الأصل إيه؟ الجواز، مش كده؟ يبقى ده مشروع بالأصل، لكن بنقول له إيه؟ يحرم عليك أنت تصوم يوم العيد. طب تعمل إيه؟ صوم يوم تاني. ليه؟ لأن التحريم هنا ينجر إلى الإيه؟ إلى الوصف، مش إلى الإيه؟ مش إلى الأصل. يبقى ده محرم بإيه؟ بوصفه، وليس محرم بإيه؟ بأصله، مش محرم لذاته، مش كده؟ طيب أما يجي البعض مثلا عقب الأذان يوم يعمل إيه كده في الميكروفون وكده، الصلاة على النبي، مش كده؟ بنقول له هنا إيه؟ الصلاة على النبي حكمها الإيه؟ مش كده؟ ده الأصل، إما أن تكون واجبا أو واجبة، وإما أن تكون إيه؟ مستحبة، مش كده؟ ده الأصل هو مشروع هو، مش كده؟ طيب أمال ليه بننكر عليه؟ يقولوا دي بدعة، التحريم هنا للإيه؟ ولذلك هو على طول إيه؟ تلقائية عنده، لما يجي تنكر عليه يقول لك هو الصلاة على النبي محرمة، اللي هو هنا احتج عليك بالإيه؟ احتج عليك بالأصل، لكن احنا بنقول له إيه؟ الأصل صحيح ثابت فيش مشكلة، لكن المنهي عنه هو الإيه؟ الوصف، عملك ده بس، لكن الأصل إيه؟ صحيح. يبقى مش كل فعل مشروع ده أصل يصح بإيه؟ بوصفه. يبقى ممكن الأصل إيه؟ لكن الإيه؟ الوصف إيه؟ الوصف غير مشروع، الوصف غير إيه؟ غير مشروع. واضح كده هذا الأمر. وعلى ذلك بقى تأتي أمثلة كثيرة في هذا المقام. واحد نظر أن يصلي مثلا بعد العصر أو بعد الفجر أو عند أوقات وقت من أوقات الكراهة، واضح كده؟ طيب الصلاة بأصلها مالها؟ طيب هنا المشكلة عنده أن أنت خالفت في أوقات الإيه هنا؟ في أوقات الكراهة، مش كده؟ يبقى الأصل صحيح، الوصف هنا الإيه؟ طب تعمل إيه بقى؟ يبقى صلي في أوقات من الأوقات الإيه؟ من أوقات الإباحة.
أو الأوقات المشروعة لهذا الأمر، وتجنب الصلاة فين؟ وهكذا وهكذا. نعم، يبقى إذن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعية الشيء بوصفه، واضح كده؟ طيب، ومن المقرر أن الأحكام الشرعية يتوقف ثبوتها على صحة الدليل. على صحة الإيه؟ على صحة الدليل. طيب، إيه الدليل اللي هيحتج به أي حد على مسألة الإيه؟ البسملة أو التسمية. على كل حال بقى، ماشي كده، فحيجي التسمية عندنا حديث كل كلام أو كل أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو أبطر، وفي رواية أقطع، وفي رواية أجزم إلى غير ذلك. وتقدم الكلام على هذا في بداية هذا الكتاب المبارك في باب كيف كان بدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحديث وكلام أهل العلم فيه. المهم، خلاصة هذا الحديث أنه ضعيف، وهو مضطرب في السند ومضطرب كذلك في المتن. يعني ضعيف من جهة سندي وضعيف من جهة إيه كمان؟ متنه. مضطرب السند ومضطرب المتن. ومن ثم أنكر أهل العلم الاستمرار على التسمية. يوم حيجي يأذن، يوم يعمل إيه؟ يقوم بسم الله. طيب، هل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك أحد من المؤذنين؟ علم أبا محظورة وعلم بلالا، مش كده؟ وجاءت الأحاديث على ذلك، لكن لم يذكر فيه أن أنت قبل الإيه؟ طب ما هو البسملة مشكلة يعني ممنوعة حرام؟ لا، الأصل ثابت، ما فيش مشكلة عندنا في الأصل، لكن المشكلة عندنا فين؟ في الوصف. في الوصف. وإذا لم ينكر على ذلك هيجي بعد كده مع بقى الأمم إنه يجي من يعتقد ثبوتها منين؟ في الأذان. يبقى كده حدث شرع لم يأذن به الله. أدي خطورة المسألة، أدي خطورة الإيه؟ خطورة البدعة، خطورة المسألة وخطورة الإيه؟ خطورة البدعة. وكذلك قبل الإقامة، يعني قبل حيقيم الصلاة يعمل إيه؟ بسم الله قبل الإقامة. فالاستمرار على ذلك هو ضرب من ضروب الإيه؟ البدعة، هو ضرب من ضروب البدعة الإضافية. نعم. نعم، هي ما هي السنة؟ نعم، يبقى من سن سنة حسنة، يعني نبه الناس على سنة أهدرت وسنة فقدت في الأمة فأحيا هذه السنة، يبقى دي السنة الإيه هنا؟ هذه هي السنة الحسنة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كل بدعة ضلالة، مش كده؟ كل بدعة إيه؟ ضلالة، وكل ضلالة كذلك فهي في النار. فما فيش حاجة اسمها إيه؟ بدعة حسنة، لكن في سنة حسنة. يبقى السنة الحسنة اللي هي إيه؟ مشروعة في الدين، إما منه صلى الله عليه وسلم أو صدرت من أحد من الصحابة وأقرها صلى الله عليه وسلم فصارت بذلك إيه؟ سنة. يبقى السنة الحسنة هي إيه؟ هي إيه؟ ما جاءت من إين؟ نعم. وكذلك في ابتداء الصلاة المفروضة، يعني عند قبل تكبيرة الإحرام يوم يعمل إيه؟ بسم الله. ما فيش قبل تكبيرة الإحرام هنا إيه؟ تسمية، لكن كبر تكبيرة الإحرام على طول، مش كده؟ وبعد كده عندك دعاء الاستفتاح، وعندك التعوذ، وعندك بعد كده الإيه؟ التسمية، بسم الله الرحمن الرحيم في إيه؟ في فاتحة الكتاب. وهكذا في مسائل معروفة نص عليها أهل العلم، ولم تكن مشروعية الأصل، لم تكن مشروعية الأصل بشافعة لمشروعيتها بوصفها، والله تعالى أعلى وأعلى. قوله وعند الوقاع، الوقاع هو الجماع، وعطفه عليه على كل حال من عطف الخاص على العام، وذلك للاهتمام به. وليس العموم ظاهرا من هذا الحديث الذي أورده، يعني التسمية على كل حال وحال الإيه؟ وحال الوقاع. فين التسمية اللي في الحديث على كل حال؟ ما جاتش التسمية إلا عند إيه بس؟ إلا عند الجماع. إلا عند ليه؟ الجماع. فمن أين يؤخذ على كل إيه؟ على كل حال، ماشي كده؟ إيه الدليل على كل حال ديت؟ المفروض أن يكون في علاقة بين الحديث وبين الترجمة،
واضح كده؟ يكون في علاقة بين الحديث وبين الطلقان. يقول آه نعم، ما العلاقة دي ممكن أن تكون علاقة ظاهرة قالية خلاص، ولذلك يقول إيه الحديث ظاهر في الترجمة أو الترجمة ظاهرة على الإيه؟ على بالاستدلال على هذا الحديث، مفيش مشكلة. لكن ممكن تكون العلاقة إيه؟ خفية، عايزة بحث شوية. لأن هنا لما قال لك إن التسمية هنا وجاب الحديث حال الوقاع، عايز يقول لك ده من باب التنبيه على الإيه؟ على الأولى. فإذا كانت التسمية مشروعة وجائزة عند الإيه؟ عند الجماع، فيبقى غيرها من باب الإيه؟ من باب الأولى، من باب الإيه؟ من باب الأولى. يبقى وعلى كل إيه؟ وعلى كل حال، حتى في حال الإيه؟ حتى في حال الوقاع. يبقى في مناسبة ولا فيش مناسبة؟ يبقى في مناسبة. نعم. وليس العموم ظاهرا من الحديث الذي أورده، لكن يستفاد من باب الأولى، لأنه إذا شرع في حالة الجماع فغيره أولى. وتقديم هذا الباب على الباب السابق، الباب المتقدم، باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. طيب إحنا لما هنبتدي في الوضوء، وإنت هتسمي في الوضوء، هتسمي إمتى؟ مش كده؟ طيب قبل الوضوء إزاي يعني؟ لا، أنت إما أن أنت هتسمي مثلا قبل الوضوء، هذا جائز، أو عند الشروع في غسل الوجه، لأن دوت أول وإيه؟ أول فرائض الوضوء، ماشي كده؟ فسواء قدمت أو مع الشروع في هذه المسألة، المسألة هنا إيه؟ المسألة هنا مش محتاجة إلى إيه؟ إلى هذا الترتيب، فقدمت أو أخرت حتى مع عند الشروع في الوجه، فكل هذا إيه؟ كل هذا جائز. نعم. وتقديم هذا الباب على الباب السابق وتأخيره عنه سواء، لأن محل التسمية مقارنة أو مقارنة أول جزء من غسل الوجه، فتقديمها في الذكر عنه وتأخيرها سواء. غرض الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب هو بيان مشروعية التسمية في ابتداء الوضوء، وعشان كده دخل الحديث فين؟ في الوضوء. نعم. ولم يفصح بالحكم، ما قالناش الحكم هنا إيه؟ حكم التسمية عند الوضوء أو قبل الوضوء أو مع الوضوء، هل هي واجبة؟ هل هي مستحبة؟ ما بينش الحكم، ما بينش الإيه؟ وده من عدته لما يكون المسائل فيها إيه؟ فيها خلاف. لما يكون المسائل فيها إيه؟ فيها خلاف، كأنه يقول لك إن الخلاف فيها إيه؟ قائم، إن في خلاف عند أهل العلم في هذه الإيه؟ في هذه المسألة. نعم. ولا نفصح بالحكم للاختلاف في ذلك. والظاهر من تصرف الإمام البخاري رحمه الله أنه يميل إلى الاستحباب، لأن التسمية على كل حال ليست بواجب. التسمية على كل حال ليست بإيه؟ ليست بواجب. فيبقى من هذا الأمر حتى مع الوضوء تبقى إيه؟ مستحب، تبقى مستحب. نعم. طيب، لكن هل هذا أمر هكذا ولا المسألة فيها خلاف في الاستحباب والوجوب؟ لا، في خلاف عند أهل العلم في هذا. فذهب الحنفية والمالكية في المشهور عندهم والشافعية إلى أن التسمية سنة عند ابتداء الوضوء، واستدلوا لذلك بما قالوا أن آية الوضوء في كتاب الله عز وجل مطلقة عن شرط التسمية، ما جاش فيها إيه؟ ذكر للتسمية. والمطلوب من المتوضئ الطهارة، وترك التسمية لا يقدح فيها، لأن الماء خلق طهورا في الأصل، فلا تتوقف طهوريته، طهورية هذا الماء على صنيع العبد. يعني مش محتاج أن أنا أسمي على الماء يقوم يكسب الماء الايه؟ الطهارة، يكسب الماء الايه؟ الطهارة. طيب، واستدلوا بما رواه ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله كان طهورا لما أصاب من بدنه. ده رواه الدارقطني، ورواه كذلك البيهقي، وقال البيهقي هذا حديث ضعيف لا أعلم، رواه عن الأعمش إلا يحيى ابن هاشم السمصار، ويحيى ابن هاشم السمصار هذا متروك عند أهل الحديث، متروك عند أهل الحديث. وقد روي أيضا عن ابن عمر من وجه آخر، وفيه عبد الله بن حكيم الذي يعرف بأبي بكر الداهري، وهو متروك كذلك، هو أيضا عند الدارقطني والبيهقي. وإن نسي المتوضئ التسمية في أول الوضوء وذكرها في أثنائه أتى بها حتى لا يخلو الوضوء من اسم الله تعالى. لكن ذهب الحنابلة إلى أن التسمية في الوضوء واجبة، وهي قول بسم الله لا غير، قول إيه؟ بسم الله لا غير، لا يقوم غيرها مقامها. واستدلوا لوجوبها
بما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ده رواه أبو داود وابن ماجة، وصححه الألباني بطرقه وشواهده. وتسقط التسمية حالة السهو تجاوزا لقوله صلى الله عليه وسلم: تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجة بسند صحيح. فإن ذكر المتوضئ التسمية في أثناء الوضوء سمى وبنى، كمل الوضوء بتاعه، ولا يلزمه أنه يبدأ من جديد. وإن تركها عمدا لم تصح طهارته، لأنه لم يذكر اسم الله تعالى على الطهارة. ده عند مين؟ عند الحنابلة. قال الشوكاني رحمه الله: الحديث يدل على وجوب التسمية في الوضوء، لأن الظاهر أن النفي للصحة لكونها أقرب إلى الذات، يعني أي نفي لازم يكون للصحة، ولا يعدل عن ذلك إلا بقرينة. نعم. وأكثر لزوما للحقيقة، فيستلزم عدمها عدم الذات، وما ليس بصحيح لا يجزي ولا يقبل ولا يعتد به. وإيقاع الطاعة الواجبة على وجه يترتب قبولها وإجراؤها عليه واجب. يبقى برضو الشوكاني بينتصر لقول الحنابلة في الوجوب. واضح كده؟ يبقى المسألة فيها خلاف. الجمهور على أنها مستحبة، الحنابلة وغيرهم على على الوجوب، وهذا أظهر نعم. ولفظ التسمية عند الحنفية: بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام. وقيل الأفضل: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النووي: صفة التسمية بسم الله، فإذا زاد الرحمن الرحيم جاز، ولا يقصد بها القرآن وقال الحنابلة: صفتها بسم الله، ولا يقوم غيرها مقامها، فلو قال بسم الرحمن أو القدوس أو نحوه لم يجزئه يبقى لازم منين؟ وده حيجي إن شاء الله في الكلام برضو على افتتاح الصلاة، هل يجزئ الافتتاح بغير الله أكبر، على إن المعنى أن المراد كل ما يراد به التعظيم والإجلال وغير ذلك، فكل هذا جائز. يقول لا، الراجح لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على التكبير، هذه واحدة، ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أبدا أنه غير هذا اللفظ لبيان جواز غيره، يبقى دل على دل على الوجوب. نعم. رجال هذا الإسناد ستة: علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي، مولاهم أبو الحسن البصري المعروف بابن المديني، ثقة ثبت إمام، هو أعلم أهل عصره بالحديث وعلله. حدث عنه أحمد بن حنبل وأبو يحيى صاعقة وأبو عبد الله البخاري فأكثر وأبو داود وغيرهم، وبواسطة الترمذي والنسائي له عند الإمام البخاري 300 حديث وثمانية في المتابعات. الثاني جرير بن عبد الحميد الضبي أبو عبد الله الكوفي نزيل الري وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب، احتج به الأئمة الستة. الثالث منصور بن المعتمر السلمي أبو عتاب الكوفي، ثقة ثبت، عداده في صغار التابعين، وكان لا يدلس، وكانوا يفضلونه على سليمان بن مهران الأعمش. الرابع سالم بن أبي الجعد رافع الغطفاني الأشجعي، مولاهم الكوفي، ثقة يرسل كثيرا الخامس كريب ابن أبي مسلم أبو رشدين الهاشمي المدري، ثقة. أما الصحابي فهو عبد الله بن عباس الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لطائف هذا الإسناد: أولا، هو من ثلاثيات المصنف رحمه الله تعالى أن رجاله رجال الجماعة إلا شيخه فما أخرج له مسلم ولا ابن ماجة، أن شيخه بصري وكريبا مدني وابن عباس مكي وباقي الإسناد كوفي. أيضا أن في هذا الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق يروي بعضهم عن بعض: منصور بن المعتمر وعداده في صغار التابعين، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب مولى ابن عباس. هذه كده ثلاثة من التابعين. أن ابن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة والمكثرين السبعة،
له 1696 حديث، وكان يقال له البحر والحبر لكثرة علمه رضي الله عنه. أن قوله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم هذا صريح في رفع هذا الحديث، يعني أنه منين؟ أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أمال ليه ما قالش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت أو حدثنا أو كذا أو كذا، وجاب هذه الصيغة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك لأن هذا ليس صريحا في أن ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا عندي كده كم قسم؟ عندي قسمان. عندي إيه؟ قسمان. إذا رأيت الراوي في الحديث يقول رواية، ماشي كده، الراوي يقول إيه؟ رواية، أو يرفعه أو ينميه أو يبلغ به، كل هذه الألفاظ متفق عليها عند أهل العلم أنها موضوعة لرفع الحديث، لرفع الإيه؟ لرفع الحديث. يبقى إذن عدنا مسألة الإيه؟ ثبوت الحديث لمين أو إسناده لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. أمال ليه أتى بهذه المسألة؟ ما قالش حدثنا أو قال رسول الله أو أخبرنا أو سمعت أي شيء من هذا الأمر. قال لك لأن الكلام هنا على مين؟ على الصحابي. على المين؟ على الصحابي. هل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو تحمله بواسطة، يعني أخذه عن صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقع الشك عند الراوي لم يتثبت من هذه الجزئية، يوم يجيب لك الإيه؟ هذه اللفظة الدالة على الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم واحدة، ويوم جاي عامل بها إيه؟ احتراز من أنه إيه؟ من أنه ينسب إلى الصحابي ما لم يكن منسوبا إليه، واضح كده، أو ما أن ينسب إلى الصحابي سماع لم يسمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن طريق إيه؟ عن طريق صحابي آخر. فلما وقع عنده هذا الإيهام أم جايب الإيه؟ هذه اللفظة ينمي أو رواية أو يبلغ به إلى غير ذلك من هذه الألفاظ، فكل ده دل على الإيه؟ على الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الكلام على مين؟ هل الراوي سمعه النبي مباشرة ولا أخذه عن إيه؟ عن صحابي آخر عنه مباشرة، ولا بواسطة؟ ولا بواسطة. فده من الدلالة على عظمة هذه الأمة ومدى احترازها في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، علشان يعني إيه؟ اللي بيجي يتكلموا فيما لا علم لهم به، هم مش شغلتهم العلم، لكن هم شغلتهم الإيه؟ إثارة الفتن وكذا وكذا إلى غير ذلك، العمالة، واضح؟ فعشان تعرف كل لفظة ليها إيه؟ ليها دلالة في السند أو لفظ الرواة، كل حاجة محطوطة بإيه؟ محطوطة بعناية وبعلم وبورع. نعم. يبقى غرض الراوي من ذلك بيان أنه ليس موقوفا على الصحابي، يعني ليس من كلام مين؟ من كلام الصحابي، بل هو مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يحتمل أن يكون بواسطة، يعني أن عبد الله بن عباس سمعه من صحابي آخر وهذا الصحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، واضح كده؟ يبقى الكلام كله على إيه؟ بواسطة أم بدون واسطة، أو يكون بدونها. فلما لم يكن قاطعا جازما بأحدهما ذكر هذه الإيه؟ هذه اللفظة أو هذه الإيه؟ أو هذه العبارة، يعني عايز يتورع إنه ما يبقاش كاذب على مين؟ على الصحابي، ما يبقاش كاذب على مين؟ على الصحابي. فلو قال ده عن ابن عبد عن ابن عباس وأن جاي كده بنفسه على الإهام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ما جاش عن ابن عباس أنه قال إيه؟ سمعته، صار كاذبا على مين؟ ها، وضحت كده المسألة؟ يبقى كم قسم هنا؟ يبقى أول حاجة أنه بيلغي بهذا الإهام أن ده منين؟ أن ده موقوف، لا مش موقوف على الصحابة، ماشي كده؟ بل هو مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أمال ليه المسألة كده؟ أن هو حصل عنده إيهام، يا ترى ده سمع الصحابي من النبي مباشرة، تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم، رآه أو سمعه أو أخبره به النبي، ولا كانت فيه واسطة، يعني أخذوا من صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح كده؟ فلما وقع هذا عنده معامل إيه بقى؟ يبقى بيجيب لك عبارة إن هذا، يقول لك ده مش موقوف، ده مرفوع، ده مسند إلى النبي، لكن أنا مش إيه؟ مش متأكد هل الصحابي اللي أنا بروي عنه سمعوا من النبي مباشرة
ولا إيه؟ ولا بواسطة صحابي آخر، بس كده. هو ده اللي عايز يقوله لك. وضحت كده؟ شفت قد إيه التحري وقد إيه الدقة وقد إيه الورع عند الأمة وعند من يقوم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تخريج هذا الحديث في الكتب الستة، حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا أخرجه البخاري هنا في الوضوء، وأخرجه أيضا في بدء الخلق وفي النكاح وفي الدعوات وكذلك في التوحيد. الحديث أيضا متفق عليه، أخرجه الإمام مسلم في كتاب النكاح، في كتاب النكاح. الحديث أخرجه أبو داود في النكاح، والترمذي في النكاح، وابن ماجه في النكاح، وأخرجه كذلك النسائي في السنن الكبرى. أما شرح هذا الحديث فقوله: لو أن أحدكم إذا أتى أهله لوها هنا للتمني، فلا تحتاج إلى تقدير جواب، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم تمنى لأمته، تمنى لهم ذلك الخير يفعلونه لتحصل لهم السعادة، لتحصل لهم الإيه؟ تحصل لهم السعادة. ويجوز أن تكون لو شرطية والجواب محذوف والتقدير لسلم من الشيطان أو نحو ذلك، لسلم من إذاء الشيطان أو ضرر الشيطان وغير ذلك. وجاء عند الإمام البخاري في كتاب التوحيد: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله. يبقى هنا التسمية أو البسملة تكون إمتى؟ عند إرادة ذلك، عند إرادة ذلك. طيب، وهي مفسرة لغيرها من الروايات دالة على أن القول قبل الشروع، أي إذا أراد أن يجامعها. فالإتيان كناية عن الجماع، الإتيان كناية عن الجماع. أما ما أخرجه المصنف الإمام البخاري في كتاب النكاح من طريق شيبان بن عبد الرحمن عن منصور بلفظ: أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله. يبقى هنا التسمية جاءت هنا مقارنة للإيه؟ طيب، وفي رواية إسرائيل عن منصور عند الإسماعيلي: أما أن أحدكم لو يقول حين يجامع أهله. حين إيه؟ يبقى هنا ده مع الإيه؟ نعم. وهذا ظاهر في أن القول يكون مع الفعل، يكون مع المباشرة، لكن يمكن حمله على المجاز، يمكن حمله على الإيه؟ على المجاز. والمراد حين يريد ذلك، حين يريد إتيان أهلي، كما في قوله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. يعني عند إيه؟ عند إرادة قراءة القرآن اعمل إيه؟ استعذ بالله من الشيطان الرجيم. قوله أهله أي امرأته أو سريته. السرية اللي هي ملك اليمين، يعني ملك اليمين المرأة اللي تبقى الإيه؟ الزوجة. نعم، فيكن عنهم بالإيه؟ بالأهل. نعم. قال بسم الله أي مستعينا بالله ومتبركا بذكر اسمه جل وعلا. قوله اللهم جنبنا أي بعدنا من جنب الشيء، يجنب تجنيبا إذا نحاه عنه وأبعده، والجنب من الجنابة. قال الأزهري: إنما قيل له جنب لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر فتجنبها وأجنب عنها، أي تنحى وابتعد عنها، أي تنحى وابتعد عنها. الشيطان وهو من جنس الجن، الشيطان من جنس الإيه؟ من جنس، كما في آية سورة الكهف، كان منين؟ كان من الجن ففسق. يبقى كان منين؟ يبقى هو منين؟ من مادة الجن، من مادة الجن، مخلوق من الإيه؟ مما خلق الله منه الإيه؟ الجن منهم. نعم. قال عز وجل: كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ووزن شيطان اختلف فيه علماء النحو، وزن شيطان اختلف فيه علماء النحو. فقال البصريون من علماء العربية: هو فيعال من شطن إذا بعد، أي بعد عن الخير، ولأنه أبعد عن رحمة الله وعن الجنة، أو من الحبل الطويل كأنه طال في الشر، فالنون تكون أصلية. ده على مذهب مين؟ على مذهب البصريين. وقال الكوفيون: الشيطان فعلان من شاط يشيط إذا هلك واحترق، إذا هلك واحترق، فالنون على هذا زائدة. قال الأزهري: والأول أكثر. يعني مذهب البصريين هو الإيه؟ الأكثر. نعم. وهو من حيث العموم العصي الأبي الممتلئ شرا ومكرا، أو المتمادي في الطغيان الممتد في العصيان. وكل عات متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان. فالشيطان يطلق على كل إيه؟ متمرد من أي جنس، من أي جنس كان يطلق عليه إيه؟ شيطان. نعم. وبين الجن والشيطان عموم وخصوص وجهي. يعني
يعني كل شيطان إيه؟ جن، لكن مش كل جن إيه؟ أكن طرائق قددا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله. السفيه اللي هو مين؟ اللي هو الشيطان نفسه، ده السفيه عنده. شفت بقى، فهو سفيه عند مين؟ عند بني جنسه، لكن عند بعض البشر معظم، لأنهم يتبعون إيه؟ اللي ربنا حذر منها عز وجل، وقال لا تتبعوا خطوات الإيه؟ فشوف عندها، عند الجن سفيه. فلما يجي إنسان بقى يتبع السفيه ويتبع السفاه، تنتظر يكون عامل حاله يبقى عامل إزاي. نعم، يبقى بين الجن والشيطان عموم وخصوص إيه؟ وجه. فكل شيطان جن، وليس كل جن إيه؟ شيطان. نعم، قوله وجنب الشيطان ما رزقتنا، أي حينئذ من الولد، وهو مفعول ثان لجنب، وأطلق ما على من يعقل لأنها بمعنى من، وإن كانت تستعمل لغير العاقل غالبا. لفظة ما تأتي مع إيه؟ غير العاقل غالبا. ولذلك في يجي في هذا الكتاب إن شاء الله، لما أرسل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه جيشا للفرس، وأمر عليهم النعمان بن مقرن، فطلبوا حد سفير، يعني حد يتفاوضوا معاه والعملية دي، فرح لهم المغيرة بن شعبة. فقائد الفرس هو قاعد بقى في الحرير والذهب والكلام الفارغ بتاعهم دوت يعني، فجاي بيكلم المغيرة فيقول له ما أنتم، ما قالوش إيه، خاطبه بإيه، خاطبه ما التي تستعمل غالبا لغير العاقل، من باب الإيه، من باب الازدراء والاستهانة والتحقير. شفت المسألة؟ يبقى ما غالبا تأتي لغير الإيه، لكن قد تأتي ويراد بها إيه؟ من. وجاء ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى، فمن ذلك قوله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فما هنا جاءت بمعنى إيه؟ لا تنكحوا من نكح، فجاءت بمعنى إيه؟ جاءت بمعنى من. فقد أجمع العلماء على أن من عقد عليها الأب حرمت على ابنه، وإن لم يمسها الإيه؟ وإن لم يمسها الأب، وإن لم يعني تحرم بمجرد الإيه؟ بمجرد العقد. وكذلك عقد الابن محرم على الأب إجماعا، وإن لم إيه؟ وإن لم يمسه. وقوله تعالى بعد ذكر النساء المحرمات وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني برضو إيه هنا ما بمعنى إيه؟ بمعنى من. وقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فإنما في هذه الآيات كلها بمعنى إيه؟ بمعنى من. قوله فقضي بينهما ولد، أي في ذلك الإتيان، في ذلك الجماع قضى الله عز وجل بإيه؟ بالولد، قضى الله تبارك وتعالى بالولد. وللمستملي والحموي بينهم، ويحمل على أن أقل الجمع اثنان، لكن الأول هو الإيه؟ هو الأصوب، بينهما على التثنين. لفظ ولد في اللغة يشمل الذكر والأنثى، أما لفظ الابن فلا يتناول إلا الإيه؟ إلا الذكور. لفظ الابن يتناول إيه؟ الذكر، لكن الولد يشمل الإيه؟ الذكر والإيه؟ الذكر والأنثى. قال عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، ده هنا العلماء يسميه بقى إيه؟ المجمل، يوصيكم الله في أولادكم. طيب التفصيل إيه؟ للذكري مثل حظ الإيه؟ يبقى يوصيكم الله في أولادكم، يبقى هنا شملت إيه؟ الذكور والإناث، ماشي كده. ويجي بعد كده الإيه؟ التفصيل، ماشي كده، للذكري مثل حظ الإيه؟ الأنثيين. يبقى كلهم هنا إيه؟ أولاد، أولاد. ويجي بقى الحكم بعد كده إيه؟ شايف، شوف شوف عظمة القرآن. يبقى إجماله إيه؟ في شوف السياقات اللي بيجوا يتكلموا، الله المستعان. نعم، لم يضره، هو جواب لو والتقدير، لو ثبت قول أحدكم بسم الله عند إتيان أهله لم يضر الشيطان ذلك الولد، لم يضر الشيطان ذلك الولد. العلماء اختلفوا في الضرر دوت، العلماء اختلفوا في إيه؟ الضرر، إزاي مش هيضر الشيطان يعني. فاختلف في هذا الضرر المنفي بعد الاتفاق على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر، إن ده لا يؤخذ منه إيه؟ لا يؤخذ منه عموم. ليه؟ لأنه ثبت من حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بأصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم. يبقى ده مستثنى ولا مش مستثنى؟ شفت المسألة، ما ينفع لا يصح هذا على الإيه؟ على العمومة. يبقى معنى كده كل مولود حيولد حيحصل له الإيه؟
هذا الأمر. وفي رواية تانية أنه جاء يفعل هذا لكن جاء فين؟ في المشيمة، ما جاش في مين؟ عشان كده يصرخ الإيه؟ يصرخ المولود. فقال أهل العلم اختلف في الضرر المنفي بعد الاتفاق على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر، وذلك على ما نقل القاضي عياض، وإن كان ظاهرا في الحمل على عموم الأحوال، وذلك من صيغة النفي مع تأبيد، نفي وتأبيد يعني لزيادة التأكيد فيما أخرجه الشيخان بلفظ لم يضره شيطان أبدا. بص المسألة عاملة إزاي، لم يضره شيطان، يبقى هنا نفي وكمان إيه أبدا، جاءت إيه تأبيد لنفي هذا الإيه، لنفي هذا الضرر. وكأن سبب ذلك الاتفاق على ما ثبت في الصحيح كما ذكرنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بأصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم. وعند الإمام مسلم: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان، فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه، فإن هذا الطعن نوع من الضرر. مش كده؟ يبقى إزاي الحديث بيقول لك إيه؟ لم يضره. يبقى نحتاجنا هنا لإيه؟ إلى الجمع، نحتاجنا هنا إلى الجمع. ثم اختلفوا فقيل المعنى: لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية، لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية، بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وهذا يتأيد بمرسل الحسن البصري عند عبد الرزاق: إذا أتى الرجل أهله فليقل بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ولا تجعل للشيطان نصيبا فيما رزقتنا، فكان يرجى إن حملت أن يكون ولدا صالحا. وهذا لا يقال من قبيل الرأي، هذا لا يقال من قبيل الإيه، لا يقال من قبيل الرأي. وقيل المراد: لم يطعن في بطنه، وهذا بعيد لأنه إيه؟ يخالف حديث مين؟ عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لمنابذة هذا لظاهر الحديث المتقدم، وليس تخصيصه بأولى من تخصيص هذا. وقيل المراد: لم يصرعه، ما يتأكلوش الشيطان، لا يتأكل منه إيه؟ صرع لهذا الغلام. وقيل: لم يضره في بدنه، ما يبقى عايش عنده إزاء بدني أيضا ولا تسلط عليه لا بمس ولا بغيره من هذا الأمور. قال ابن دقيق العيد: يحتمل ألا يضره في دينه أيضا، ولكن يبعده انتفاء العصمة لاختصاص ذلك بالأنبياء، إن بس المعصومون هم مين؟ الأنبياء. وتعقب بأن العصمة في حق الأنبياء هذه على جهة الوجوب لا بطريق الجواز، وفي حق من دعي لأجله بهذا الدعاء قبل الجماع على جهة الجواز أيضا، لا يضره شيطان بمعصية أو كذا أو كذا على جهة الجواز. فلا مانع أن يوجد من لا يصدر منه معصية عمدا وإن لم يكن ذلك واجبا له، لأن الأنبياء لا يتعمدون المعصية. وقد يوجد أيضا من عباد الله عز وجل من لا يتعمد الإيه؟ من لا يتعمد المعصية كذلك، وهذا يكون بفضل الله تبارك وتعالى وبفضل هذا الذكر المبارك. وقال الداودي: معنى لم يضره أي لم يفتنه في دينه، لم يفتنه عن دينه إلى الكفر، وليس المراد عصمته منه عن المعصية. وقيل: لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه، كما جاء ذلك عن مجاهد أن الذي يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على إحليلي فيجامع معه. وأفاد يعني أهل العلم بأن الظاهر الله تعالى أعلى وأعلم أنه لا يتسلط عليه بفتنة في الدين، يعني أنه لا يتمكن من إيه؟ من إخراجه من الملة، وإن كان ممكن يقع منه بعض المعصيات أو كذا أو كذا أو بعض الذنوب، لكن يتوب الله تبارك وتعالى عليه فيتوب ويؤوب إلى الله عز وجل، ويختم له إن شاء الله تبارك وتعالى بخاتمة أهل الصلاح، والله تعالى أعلى وأعلم. وأفاد الكرماني أنه رأى في نسخة قرأت على الفربري قيل لأبي عبد الله يعني الإمام البخاري: من لا يحسن العربية يقولها بالفارسية. طب دلوقتي واحد ما يعرفش عربي أو بيكسر في اللغة العربية يعني، وعايز هذا الذكر، ومسلم عايز يقول هذا الذكر، يقولها باللغة بتاعته، يقولها باللغة بتاعته، هل هذا جائز؟ قال: نعم، إن ده مش قرآن، هذا ليس إيه؟ هذا ليس قرآن، هو ذكر، والذكر يجوز فيه ذلك، الذكر يجوز فيه ذلك. فقال: نعم. فوائد هذا الحديث: أولا، فيه بيان مشروعية التسمية في ابتداء الوضوء، لأنه إذا شرع في حالة الجماع فغيره أولى،
كذلك فيه استحباب التسمية والدعاء المذكور والمحافظة على ذلك حتى في حالة الملاذ كالوقاع، حالة الشهوة وكذا وكذا، حتى في هذه الحال يذكر اسم الله تعالى. كذلك الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان والتبرك باسمه والاستعاذة به من جميع الأسوأ، وفيه الاستشعار بأن الميسر بأنه جل وعلا الميسر لذلك العمل والمعين عليه. وفيه إشارة إلى أن الشيطان ملازم لابن آدم لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله. يبقى إذا ذكر الله يحصل إيه؟ يخنس ويبتعد. عشان كده إيه؟ هو الخناس، مش كده؟ فعند ذكر الله يعمل إيه؟ يخنس ويبتعد. وجاء عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. فذكر من ضمن الخمس كلمات: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره. تخيل بقى العدو بيطارد إيه؟ بيطارد إنسان وخلاص حيمسكه. نعم. خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منه. راح دخل على طول إيه؟ للحصن الحصين دوت، وقفل الأبواب وقعد جوه إيه؟ والعدو فين؟ مش قادر يقتحم عليه الحصن، لأنه إيه؟ في حصن، في مكان أمين مكين، فمش قادر يتصور عليه هذا الإيه؟ ولا يخترق هذا الحصن. فأحرز نفسه منهم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بإيه؟ إلا بذكر. يبقى ذكر الله عند دخول البيت، ذكر الله عند دخول الخلاء، ذكر الله عند الطعام، ذكر الله عند نزع الثياب، ذكر الله في كل أحوالك. خليك بإيه؟ خليك ملازم لذكر الله تبارك وتعالى. كل هذا مطردة للإيه؟ مطردة للشيطان، مطردة للشيطان. هذا الحديث رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما بسند صحيح. وفيه إيماء إلى حسن خاتمة الولد ببركة ذكر الله في ابتداء وجود نطفته في الرحم. يعني شوف العناية، عناية الشريعة، عناية الشرع بيك وبنين، يعني حتى قبل ما تبقى نطفة في الاختيار، اختيار الزوجة واختيار الزوج والأمور دي كلها. طب وحتى في هذا الأمر في عناية من الشرع ان انت ايه برضو تبقى على أفضل حالاتك، وعناية لهذه النطفة ان يتصور عليها شيطان أو يمسها شيطان بأذى أو كذا أو كذا أو كذا. عناية متلازمة من الشرع إلى أن تؤوب وتعود إلى الله تبارك وتعالى. ففيه إيماء إلى حسن خاتمة الولد ببركة ذكر الله في ابتداء وجود نطفته في الرحم. فالضر مختص بالكفر، الضر مختص بالإيه؟ بالكفر. أن من ذكر اسم الله بغير العربية أجزأه وإن أحسن العربية، يعني حتى لو كان يقدر يحسن العربية وقال هذا بلغته هذا أيضا جائز ولا إشكال في ذلك، لأن المقصود من إطلاق التسمية ذكر اسم الله تعالى، وهو يحصل بجميع اللغات، وهو يحصل بجميع اللغات. وهذا من باب الإيه؟ التيسير، فيما عدا إيه طبعا؟ فيما عدا قراءة القرآن. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل إن شاء الله تعالى في لقاء قادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.